يقول: هل يجوز تغيير لباس الإحرام وذلك لغسله؟ يجوز للمحرم أن يغير لباسه إلى لباس آخر مما يجوز له لبسه، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة، لأن الثوب لا يتعين بالإحرام فيه، أي أنه لو أحرم في ثوب فإنه لا يتعين أن يبقى هذا الثوب عليه حتى ينتهي نسكه، بل له أن يغير الثياب، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وأما ما يظنه بعض الناس من أن الإنسان إذا أحرم بثوب لزمه أن يبقى فيه حتى ينتهي النسك، فإن هذا لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة، بل ولا في كلام أهل العلم فيما يعلم. فإذا اتسخ الثوب الذي أحرم فيه الإنسان فلبس غيره مما يجوز له لبسه، وغسله، غسل الثوب الأول فلا بأس.